السلام عليكم. هذه هي محاضرتنا الثانية في كيفية البرمجة بلغة الفيجوال بيسك، وهي استكمال للمحاضرة الأولى في كتابة البرمجة Writing Code. لكي نقوم ببرمجة كائن معين، نقصد هنا بالكائن هذه، تذكروا في المحاضرة السابقة الكوماند هو عبارة عن كائن، التكست هو عبارة عن كائن، وكذلك الليبل، وجميع هذه الأدوات موجودة ها هنا. ومثل ما نتذكر، لكل كائن من هذه الكائنات مجموعة من الخواص التي تختلف من مثلا الكوماند عن التكست أو عن الليبل وإلى آخره. إذن لكي نقوم ببرمجة المفتاح، طبعا في بعض الكتب تقرأها كلمة مفتاح، الكائن تقرأ في بعض الكتب مفتاح. إذن لابد وأن نظهر نافذة البرمجة، حيث أن هذه النافذة تحتوي على الأوامر أو الكود لبرمجة هذا الكائن. طبعا الطريقة السريعة لأظهار هذه النافذة بأن نقوم بالضغط دبل كليك على هذا الكائن. فنضغط دبل كليك على الكوماند، ظهرت لنا الآن هذه هي نافذة البرمجة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للكوماند 1. فنلاحظ في هذه النافذة التي ظهرت لدينا وجود صندوقان للقائمة، أحدهما يحتوي على الكائنات الموجودة على الفورم. حسب هذا الفورم موجود أمامي يوجد الكوماند والتكست والليبل. فعند الذهاب إلى النافذة والضغط مثل ما قلنا على الصندوق الأول، راح تظهر جميع الكائنات الموجودة في هذا الصندوق، هو الكوماند والفورم نفسه والليبل والتكست. والآخر يحتوي على جميع الأحداث التي تحدث على الزر، وهي هنا كليك إذا ضغطنا ضغطة واحدة على الماوس. يعني هسه هذا شوفوه هو كليك، معناته أنه نضغط ضغطة واحدة على الماوس، أو مجموعة كبيرة من الأحداث التي يمكن أن تفيدنا في عملية تنفيذ البرنامج الذي نصبه إليه. الآن سوف نحاول في البداية أن نقوم بشرح بالنسبة للصندوق الأول اللي هو صندوق الكائنات. السطر الأول provide subcommand slash click، هذا إيش معناته؟ حيث إن هذا السطر يعني إن الحدث خاص سيقع على زر الأمر فقط اللي هو الكوماند. طبعاً وش قدر أقمه؟ واحد، لأن يعني إحنا قلنا من الممكن أن يكون في البرنامج أكثر من كوماند، كوماند 1 2 3 إلى آخره. طبعاً والاسم اللي هو الكوماند هذا مثل ما قلنا هاي من الخواص وهذا ثابت، وكذلك موجود كلمة كليك، أي إن الحدث اللي حيصير هو من خلال الضغط ضغطة واحدة على الماوس لعملية التنفيذ. أما السطر الثاني اللي هو end sub، وهو يعني انتهاء الحدث. أوكي، ما المقصود بالحدث اللي هو event؟ هو كل ما يقوم به المستخدم من حركات بالفأرة كالنقر المزدوج أو النقر الواحدة ويستجيب لها البرنامج اللي هو Visual Basic، ولولا وجودها لما استطعنا أن نحدد البرنامج متى ينفذ وكيف تتم عملية التنفيذ. بمعنى آخر، هذا هو الحدث اللي هو الكليك، هذه هي الأداة اللي هو الكوماند، وهنا بهذا الفراغ اللي هسه تشوفون هنا دا يأشر الماوس، ها هنا نكتب الأمر. أوكي، احنا كم حدث عندنا؟ طبعا احنا عندنا الكثير من الأحداث، هذا هسه هي الأحداث. حتى نستطيع أن نفهم هذه الأحداث سوف نحاول ها هنا أن نذكرها. الحدث الأول اللي هو الأكتف يقع بعد تحميل النافذة، أي بعد وقوع حدث لود، بعد تحميل النافذة. الكليك عند النقر المنفرد أو النقرة الواحدة على الفأرة الماوس، دبل كليك. عند النقر المزدوج على الفأرة جت فوكس. عند أخذ التركيز لأداة معينة، أي إحنا نركز على عملية معينة، لوس فوكس، هو عند فقدان التركيز لتلك الأداة. كي داون عند نزول الزر إلى الأسفل. الكي بريس عند الضغط على أي زر موجود في لوحات المفاتيح.
load عند تحميل النفذ الرئيسي. طبعا هنا نقصد احنا بها الفورم. mouse down عند نزول زر الفأرة الى الاسفل. mouse move عند تحريك الفأرة على أداة معينة. الماوس أب عند طلوع زر الفأرة إلى الأعلى. البينت عند إعادة رسم النافذة. الريسايز تغيير حجم النافذة. النوت عند إلغاء تحميل النافذة. راح نحاول هنا بهاي المحاضرة أن ننفذ بعض هذه الأحداث. فمثلا حدث كليك. كلمة الحدث كليك انه يجب ان نضغط مرة واحدة على الماوس. طبعا هنا ما راح يعني مباشرة راح نطبق هسه هنا فقط نريد نشوف معنى الحدث. هسه ما ندخل بالكود لان اكو هواية كود راح اشوفوه بعد ما واصلين ان شاء الله بالمحاضرات الجاية. هنا حطبق كيفية توضيح الحدث شلون حيختلف من برنامج لبرنامج. هسه بهذا البرنامج هذا الغرض من عنده عند التنفيذ راح تظهر لي فد يعني خلينا نقول فد نشرة معينة تقوم بالتغيير بالألوان. الكود مالتها هذا هو الكود. قلنا احنا ما ندخل بالكود بس لازم ننتبه على شغلة. شنو بي الفورم الرئيسي؟ الفورم الرئيسي بي كوماند 1 وايضا بي ايش؟ بتايمر. مثل ما قلنا صح ما راح نحكي بشغلات البرمجة. احنا هسه فقط الحدث شلون دا يأثر. عندي كوماند وعندي تايمر. من جهة ضغطت هنا دخلت على الكود انه انا انتبهت انه انا الكوماند مفعلة بحيث ان كان ايش هو ترو والحدث هو ايش هو كليك. بمعنى انه هذا البرنامج ما راح يتنفذ ولا راح يتحمل من قبل الفورم الا من خلال الضغط ضغطه واحده على الكوماند. اوكي راح نحاول هسه ننفذ بالضغطه هنا. هسه هذا الران معه كل شيء ما تنفذ رغم اني قلت له اوكي سويت له ران بس هو كل شيء ما تنفذ لان ينتظر من عندي انه اضغط ضغطه واحده على هذا الكوماند يعني تتنفذ البرنامج. هاي الحالة الأولى. نفس هذا البرنامج حسوي بصيغة ثانية. هالمرة هذا الحدث حيكون هو إيش؟ لو تحميل. بمعنى آخر إنه أنت أول ما راح تقول له نفذ راح يتنفذ أول ما نطير ران بس باعوا الاختلاف أول شيء بالشكل بالتصميم. شوفوا هنا ما عندي كوماند. فقط عندي التايمر. عند الضغط على التايمر والدخول نجد ان هنا الكوماند ما بي كود وبالتالي اذا الكليك ما الى اي تاثير وانما الكود وين موجود؟ موجود اني اصلا بالفورم بالكان الفورم اللي هو حمل. يعني انت مباشره اول ما تنطي الاعاز اول ما راح اقول له ران مباشره راح يتنفذ عكس هذاك المثال السابق قبل شويه انه الا ضغطت الكوماند. خلينا نجرب. بس ضغطت هنا باعوا هنا هو مباشرة بدأ البرنامج يشتغل. ليش؟ لأن أنا قلت له أول ما يشتغل أول ما أقول له ران مباشرة راح تتحمل الشاشة وراح يشتغل على أساس الحدث هنا إيش؟ لود. وبالتالي إذا حدث اللود يختلف عن كليك. كليك إلا تضغط ضغطة واحدة على الماوس حتى يشتغل البرنامج. أما اللود أول ما راح تسوي له ران مباشرة راح يتحمل البرنامج ويتنفذ. أوكي خلينا نأخذ حدث آخر. راح نأخذ هنا حدث اسمه ماوس موف. هذا الحدث شلون شغلته؟ المفروض آني طبعا يشوفون التصميم فارغ ماكو اي تصميم. اوكي لعد شنو وين الكود؟ طبعا احنا قلنا لازم اكو برمجه حتى يتنفذ هذا البرنامج. البرمجه وين مكتوبه؟ بالفورم نفسه. فدبل كليك دخلنا هسه على البرمجه. بوع البرمجه جدا بسيطه. هو اللي يقول لي اكو فتح خط حيصير لاين عندنا النقطه الاولى من صفر الى صفر معناته نقطه الاصل والبقيه اكس واي قيم عشوائيه. اوكي
المفروض هسه اني الحدث هو شنو هو؟ انتبهوا عليه. الحدث هو عباره عن ماوس موف، ماوس موف، يعني يعتمد على حركه الماوس اللي هو في يد المبرمج او المستخدم. فراح اقول له اوكي ران، بعد انطيته ران، بعد انتبه هنا انا هسه دا احرك الماوس، مباشره هو ايش دا يصير؟ دا يتحرك ويا حركه ايدي، ودا ينطيني مجموعه من الخطوط اصلها هي نقطه الاصل اللي هو ايش؟ هنا صفر صفر والى اخره. شوف انت وين يعني تمد ايديك وتتحرك ويا الماوس. هذا الحدث اللي هو ماوس موف اللي هو يعتمد على حركه الماوس. ناخذ حدث اخر، هذا الحدث اللي هو دبل كليك. طبعا احنا بدنا نحاول نسويها على برامج جدا بسيطه فقط لغرض انه نفهمها لا اكثر ولا اقل. ايضا من نجي نشوف التصميم، حسب هذا التصميم اللي تشوفه امامكم، اني فقط هنا عندي ليبل مكتوب في داخل هذا الليبل اند، انهي. اوكي، خلينا نشوف البرمجه الموجوده هنا. خلينا نشوف البرمجه الموجوده هنا. طبعا البرمجه وين صايره؟ صايره بالليبل، صايره هنا بالليبل. اذا هو هذا هو الكائن. الحدث اللي دا اقول له انت الضغط دبل كليك على هذا الليبل مباشره ايش راح يصير؟ حيغلق لي البرنامج. اوكي، خلينا ننفذ. راح نقول له ستارت او ران. شوف هسه هو هنا المفروض الليبل دبل كليك مباشره خرج من البرنامج. يعني كانه هسه انت خليت البرمجه بالليبل. اذا الطلاب انتبهوا علي، يعني اذا انا ممكن انه اخلي برمجه بالليبل مو بس بالكوماند. طبعا اكيد هذا احنا لين بدنا نبدي ستيب باي ستيب. بالبدايه بينا لكم انه هو الكوماند هو اللي ينطي الامر، بعدين لا انا ممكن انه ابدي كذا واسوي كذا. ان شاء الله خير ونكمل. فمثل ما قلنا اذا هنا هو دبل كليك عند الضغط على الليبل مباشره راح ينغلق البرنامج، لكون انا ايش منطي انه اغلق كبرمجه انه اغلق البرنامج. ناخذ حدث اخر، هذا الحدث اللي هو كي بريس، يعني انه راح نضغط على اي، انتبهوا كي بريس اي يعني مفتاح موجود بالكيبورد وراح يسوي لنا فد عمل معين حسب البرمجه. فهسه احنا فتحنا، هذا هو البرنامج. ايضا لو نجي نباوع ما عندي اي شيء فارغ، اذا معناته وين البرمجه؟ ندخل على الفورم، موجوده وين؟ بالفورم. بس هالمره شنو الحدث اللي انا قايله للفورم؟ قايله انه هذا كي بريس، انه الكي بريس اول ما راح تغلق اول ما راح تضغط على اي مفتاح موجود في لوحه المفاتيح مباشره ايش راح ينفذ لي امر؟ راح ينفذ لي اند، انهي. اوكي، انهي الحدث او انهي البرنامج اللي احنا بدنا نشتغله. فلهذا هسه باعوا من اقول له اوكي ران، هنا انا كل شيء ما عندي فارغه، لكن عند الضغط على اي مفتاح موجود هنا مباشره سوى غلق. حنعيد، حنقول له ران. اوكي، حنقول له ران. مثل ما قلنا هنا ما عندي اي شيء، هذا هو الكيبورد، لان هو اي مفتاح مباشره راح يغلق. اوكي، خلينا نطور هذا الحدث. انا هالمره لا، انا ما عندي اي مفتاح. يعني نفرض انت سويت فد برنامج معين، من الممكن ان المستخدم من دا يشتغل، يعني ما راح يقدر يطبع، لان اي مفتاح راح يدوسه مثلا مباشره راح يغلق، راح يطلع مباشره من البرنامج. اوكي، اذا ايش راح اسوي؟ فبالتالي اذا نطوره هذا نفس البرنامج، بس هالمره ايش راح اسوي له بالبرمجه؟ انتبه على البرمجه، الفرق ما بيناتهم. هذا هو نفس التصميم دبل كليك. هنا ايش قلت له؟ ايضا اوكي، هو الفورم هو عباره عن الكائن اللي راح نشتغل على اساسه. الكيبرس اللي هو ايضا هنا انه انا اي مفتاح راح اضغطه راح يطلع، لكن ايش سويت؟ قلت له هنا انطيته فد امر معين، اذا كان هذا الكي هو عباره عن رقم 27 then end. حتقول لي اوكي هو من هو 27؟ طبعا هنا كمبرمجين 27 هو الاسكيب. اوكي، هو ايش؟ هو الاسكيب الموجود بالكيبورد.
فبالتالي اذا من اقول له سران هسه قلت له انيران، ايضا نرجع لوحه المفاتيح من اجي اضغط لا ما يطلع، ما يطلع اي واحد هسه هنا انا راح اضغطه ما راح يطلع، وانما من اضغط على اسكيب مباشره شنو طلع بين البرنامج. طبعا طلاب شفتوا انتم اكو كثير الكثير من الاحداث، فلهذا احنا ما راح نشرحها هسه كلها، احنا شرحنا بعضها، لان ان شاء الله نشرح البقيه يعني بالمحاضرات الجايه نتيجه العمل والشغل اللي احنا بدنا نشتغل على اساسه حسب البرمجه وحسب الفصل اللي موجود في حينها. اذا نستكمل المحاضره. اوكي هسه نجي حسب المحاضره راح نستخدم فد اداه هي واحده من اهم الادوات اللي هي التايمر. التايمر هي اداه الوقت، هي اداه طبعا هي غير مرئيه عند التنفيذ بس بالتصميم هسه شفتوها قبل شويه، حيث ان المقصود بذلك هي اداه لتوقيت حدث معين، لتوقيت حدث معين او مجموعه من الاحداث لا يراد المستخدم معرفه الوقت. يعني طلاب هذا التايمر هو عداد، هو عداد يعني مو فقط يطلع لي الوقت، هو مو الا للوقت، لان انا اقدر اطلع الوقت بطرق هوايه كبرمجه، هذا عداد، عداد يقوم بعمليه ادراج اداه الوقت التايمر في اي مكان من النموذج حتى ينفذ لي، حتى ينفذ فد برنامج معين. فمثلا حسب المثال رقم واحد الموجود هسه اللي حنقراه يقول لك اوكي انا اريد تسوي لي برنامج، هذا البرنامج خلي نقول لإدارة يعني لإظهار الوقت. فمن نجي هسه شوفوا احنا قلنا بس اذكركم بشغلة انه التايمر هو ليس فقط للوقت، هسه هذا هو التايمر، هذا هو شكل التايمر اللي استخدمناه قبل شوية بإيش؟ بالنشرة الضوئية. فلهذا بقوا هنا هو ليس لاستخراج الوقت، وإنما هو هنا تشوفون هاي الحركة هو دا يسوي لي إنه مثل العداد بحيث أنا انطيته وقت، هذا الوقت على أساسه دا تتغير الألوان، دا تعطيني ألوان جديدة حسب الوقت اللي أنا حددته إلى مثل العداد. أوكي هسا أقدر أستخدم التايمر لغرض آخر؟ نعم حسب مثالنا اللي هسا راح نشتغله. المثال شو يقول؟ سوي لي ساعة رقمية باستخدام التايمر. قم بعمل ساعة رقمية باستخدام التايمر. هنا طلاب حتى أبدي أحل الطريقة الصحيحة للحل من هسا راح نبديها انه لازم نسوي ثلاث خطوات. احنا بالمحاضره الاولى نعطيكم ستيب باي ستيب قلنا خطوتين اللي هي ايش، رغم احنا ايضا سوينا تصميم على الورق. الخطوه الاولى لازم تفهمني الكائنات الموجوده اللي حصل على الفورم وشنو خصائصها وشنو الاعدادات اللي حسويها. طبعا هذا شو وقت لازم بالبدايه انا اعرف التصميم. اذا خطوه رقم واحد خلينا نصمم، انا شريد هذا التصميم هسه حنسوي انا وياكم على الورقه. هسه هاي الورقه اللي امامكم هذا هو عباره عن الفورم، هذا هو الفورم. انا اريد اخرج الوقت في ليبل، اريد اخرج الوقت في ليبل. اذا حتقول لي اوكي اذا هسه هذا هو عباره عن ليبل 1 وراح نكتبه هنا، هذا ليبل 1. بداخل الليبل ايش راح اخلي هسه اني؟ راح اخلي التايمر، هذا هو خلينا نسميه احنا التايمر. اوكي هذا مثلا نفرض هو هذا الشكل التايمر. اوكي اذا هسه هذا هو الشكل المفروض اللي انت، لان انت تريد تخرج الوقت وين؟ تخرجه هنا كساعة رقمية. هذا هسه التصميم الاولي. اوكي اجي اصممه وين؟ هسه على الفيجوال بيسك. هذا هي هذا هو الفورم، فاجي بالنسبه لي احتاج ايش؟ احتاج ليبل، اضغط على الليبل اخليه بالمكان واحدد حجم اللي انا احتاجه مثل ما قلنا. شوفوا هسه هذا اللي انا دا اسويه بعد شويه، دا تشوفون كلمه ليبل لازم اتخلص من عندها بس بقيها هسه ما يخالف ستيب باي ستيب. شو احتاج هسه ايضا حسب تصميمي؟ احتاج التايمر واخليه هنا،
هذا هو التايمر. هسا أنا صممته على الورق، وأيضا صممته وين؟ على برنامج الفيجوال بيسك. هسا شو حجي أسوي؟ الخطوة رقم 2، هسا هذا عليها درجة، هذا عليها درجة. هسا الخطوة رقم 2 اللي أيضا عليها إيش؟ درجة، اللي هي إنشاء جدول. بهذا الجدول موجودة فيه الكائنات اللي أنت استخدمتها والخصائص اللي راح نشتغلها. فمباشرة راح نرسم جدول. أوكي، خلي نغير المكان حتى نصل التقطعات. أوكي، هذا أول شغلة. نجي نقسم هذا الجدول. نجي نقسمه، نعيده، صارت مشكلة شوية بالرسم. هذا هنا راح يكون الكائن، هنا حصير الخاصية، وهنا راح يصير الإعداد. طبعا احنا اول كائن موجود عندنا اللي هو الاساس، اللي هو طبعا ايش اول كائن؟ هو هذا الفورم، هو الاساس اللي دا نبني عليه الفورم. فلهذا نجي نخلي هو اول واحد، نجي نرتبه فورم. طبعا يا فورم رقم واحد، لازم ننطي الرقم طلاب، لازم انطي الرقم مالته. ايش كم خاصية انا بالنسبة للفورم حاشتغلها؟ انا بالنسبة للفورم حاشتغل كالتالي: الكابشن، اللي هو شي يفيدني الكابشن؟ بتغيير العنوان. شي يفيدني؟ تغيير العنوان. فراح أسمي هذا البرنامج اللي أنا دا أشتغله ساعة رقمية. نجي الحالة الثانية اللي أنا راح أشتغل على أساسها، اللي هي right to left. right to left، وهنا لازم شو افعلها؟ الخاصيه حنطي ترو. طبعا هاي هنا الرايت تو ليفت، هو شنو الغرض من عندها؟ انه التسميه اللي كانت باليسار حخليها ننقلها الى اليمين. هسه بالنسبه للفورم ايضا شو اشتغلت موجود بالفورم؟ نرجع عليه، عندي الليبل. انا بالنسبه للليبل عندي بس حاله وحيده حسويها، الحاله اللي هي انه انا اريد اغير تسميته. طبعا ايضا ليبل 1، ليبل 1 ايضا شنو هو؟ فقط الكابشن، لان انا فقط حغير التسميه. هنا شفتوا انتم حسب الملزمه حتشوفون عباره عن تو كوتيشن او ما تخليها، لان هو القصد من عندها انه راح انت تفرغ الليبل من اي علامه. الشيء الثالث الموجود عندنا اللي هو التايمر، وايضا التايمر ايش قد رقمه؟ رقم واحد. هنا بالنسبة للتايمر أنا راح أستخدم ما يعرف إنه أغير مالته التوقيت، هخليه ألف. نيجي نطبق هسه هذا، هاي الحالة الثانية عليها أيضا إيش؟ عليها درجة. ونيجي نطبق اللي سويناه هنا. نيجي بالنسبة للفورم، هذا الكابشن شو راح أسميه؟ مثل ما قلنا ساعة رقمية. بقى انتبه طلاب، الاسم اللي كتبته هنا مباشرة ظهر هنا، مباشرة ظهر في الأعلى هذا الاسم. هسا شريد شحتاج قلنا بعد اوكي رايت ليفت، اذا اريد اغير مكانه لنفرض يعني هاي الخطوة تدون تسووها او ما تدون تسووها تبقى يمكم، لان هو اني فقط بحس هاي هي موجودة هنا فولس، اغيره حقول لترو، بعد مباشرة الاسم اللي كان هنا تحول إلى الجهة الأخرى، صار وين؟ صار هنا. فبكيفك أنت تريد تسويها أو تريد تبقي على الأساس اللي هو ظهر به، ماكو أي مشكلة. هسا وين نروح على الليبل؟ بالنسبة للليبل أيضا لازم أغير الكابشن الموجود به اللي هو التسمية. هذا الكابشن
أنا ما يفيدني شيء بالليبل أخلي، أنا فقط لأن أنا إذا ظهر الوقت فأبقي فارغ. هسا وين نروح على التايمر؟ التايمر هذا اللي هو انترفال، هذا يسوي ايش قد؟ ألف. هسا أنا المفروض خلصت، خلصت إذن هسا هذا التصميم، هسا أجي أقول له أوكي نفذ لي، فهسا المفروض حتظهر لي هنا ساعة. بس هي ليش ما ظهرت هاي الساعة؟ لأن أنا أصلاً بعدني إيش؟ ما كتبت الكود. فلهذا أوكي أنا سويت التصميم وكملت الترتيبات اللي عندي لكن ما كتبت الكود. بس الكود يا ترى هنا أنا وين حكتبه؟ أنا حكتبه بالتايمر، لأن التايمر هو اللي راح يشتغل على هالأساس وهو اللي راح ينطيني تنفيذ البرنامج. زين، هو وين حيخرج؟ حيخرج بالليبل. لهذا مثل ما تعلمنا لازم بالبداية نكتب مكان التخريج اللي هو label 1، أكيد label 1 dot، طبعا إيش؟ dot caption. أوكي شي يساوي لنا؟ أنا أخرج الوقت، فإذا هو يساوي لي time، يساوي لي time. هقول له أوكي run، هنا ظهر الوقت بهذا المكان. وطبعا نقدر نتلاعب بالحجم ونقدر نتلاعب باللون وإلى آخره من خلال مجموعة الإعدادات الموجودة عندنا والبروبرتيز اللي راح تظهر هنا بالنسبة للفون. أوكي بس طلاب، السؤال يطرح نفسه، يعني احنا ليش هنا كتبنا الألف اللي هي لو نجي بالحقيقة هي صفر عدد صحيح 001، بمعنى انه العداد راح يتغير، راح يتغير هذا الوقت مالته كل صفر عدد صحيح 001 بالالف من الثانيه، راح يتغير الوقت تلقائيا بعد مرور هذا الجزء من الثانيه وراح يصير عندي ساعه رقميه. هذا بالنسبه للسؤال الاول. بالنسبه للمثال الثاني، هنا مطلوب بهذا المثال، نغلق هذا اولا، ايضا نمسح هاي. افتح البرنامج. بالمثال الثاني رايد من عندي ان اقوم بعمل برنامج بسيط يحتوي على مفاتيح، بانتبه على ايش كان مفتاح. احنا قلنا المفتاح هو عبارة عن الكائن، عبارة عن مفاتيح لإظهار تاريخ، وقت، رسالة ترحيب، ومفتاح للمسح، وآخر للخروج من البرنامج. إذن لازم أول شيء نفكر ويا روحنا ونخطط لهذا البرنامج. فراح نفتح هنا نقول أوكي هو يريد خمس حالات. الحالة الأولى اللي هي تاريخ، أوكي تاريخ. الحالة الثانية اللي هي الوقت، رسالة ترحيب، وده يريد من عندي مفتاح للمسح، وده يريد آخر للخروج. أوكي بس احنا اللي سوينا، احنا سوينا المفاتيح اللي راح ننفذ بها الأوامر. هل يا ترى خلينا احنا المفتاح او الكائن اللي راح يظهر به التاريخ وراح يظهر به الوقت ورسالة الترحيب؟ لا، اذا معناته لازم ايضا يحتوي البرنامج على ايش؟ على تكست. يعني بهذا التكست انا ايش راح اخرج؟ راح اخرج التاريخ وراح أخرج الوقت ورسالة الترحيب وأمسح ما مكتوب بهذا التكست ثم أخرج من هذا البرنامج. أوكي إذا هذا التكست، لأن إحنا قلنا إخراج قيم وممكن ليبل، بس إحنا قلنا نفضل إنه الليبل يكون لأغراض إنه تعريفية، لأغراض تعريفية. من تجي تكتب مثلا هنا يعني تذكر ما جدول الضرب أو ما مساحة الدار، نكتب هنا هو القيمة ما نصف القطر وإلى آخره، الأغراض تعريفية.
لكن التكست نحاول كل جهدنا نستخدمه لإدخال القيم ولإخراج القيم. أوكي؟ زين، هذا أوكي التكست لإخراج. زين التاريخ والوقت ورسالة الترحيب والمسح والخروج، هذا إيش؟ هل هو ليبل؟ هل هو تايمر؟ طبعاً لا، وإنما هو عبارة عن إيش؟ هو عبارة عن كوماند. وطبعاً هذا الكوماند ينطي حسب التسلسل، هذا كوماند 1، هنا عندك كوماند 2، هذا كوماند 3، وهذا الرابع، وهذا الخامس. إذا احنا نحتاج 5. اوكي، خلينا نجي هسه نطبق هذا الحكي هنا، وبعدين يعني كخطوة أولى اللي هي التصميم، ومن ثم نروح نسوي الجدول للكائنات. فنجي إذا أول شغلة أنا أحتاج مثل ما قلنا كوماند رقم 1، هذا الأول. نجي هسه بالنسبة للثاني، نحاول نخليهم واحد يم الثاني، هذا الثالث. نجي على الرابع، وأخيرا الخامس. أوكي، وقلنا لازم إيش عندي؟ لازم يكون عندي تكست لعملية الإخراج. أوكي، هسا هذا التصميم البسيط، هاي هسا سوينا التصميم اللي عليه درجة، هسا راح نروح نسوي الجدول اللي هو يبين الكائنات والخواص لكل كائن والإعداد لكل واحد. فلهذا نفتح ورقة البيضة ونقعد نشتغل على أساسها ونرتب ونشوف. فمن نجي أيضا لازم نسوي جدول، أيضا لازم نسوي جدول. هذا الجدول قسم ذاك اللي شفناه قبل شوية، أيضا كائن، أيضا خاصية properties، ومن ثم الإعدادات. أوكي، بنجي هسه بالفورم، ما راح أصور right to left، إن قلت لكم هاي فشي عائد لكم، يعني إحنا بالفورم أيضا حتى أفهم اللي دا يشتغل أو دا يباوع على هذا البرنامج هو شنو الغرض من عنده، فلهذا هو بس الكابشن اللي هو شيء يمثل لنا تغيير الاسم، فراح أسميه مثلا برنامج الترحيبي، البرنامج الترحيبي. أوكي، شو أحتاج عندي بعد؟ عندي من الذكرة شو أحتاج؟ مثلا أنا عندي التكست. أوكي، التكست أنا فقط أريد يكون فارغ، فلهذا التكست 1 شو راح يكون؟ أيضا طبعا التكست الوحيد ما بيه كابشن، وإنما من نفس التكست نغير التسمية، أيضا تغيير يعني آسفون يعني كتغيير تسمية أو تشيلون الموجود المكتوب كلمة التكست، فلهذا يبقى شنو؟ يبقى فارغ. راح يبقى إيش؟ فارغ، أو مثل ما تشوفوها بالمزمة راح تشوفون تو كوتيشن، بس هو القصد إنه هو فارغ. نجي هسه للي أوكي للي بعده اللي هم جماعة الكوماند. أنا إيش كم واحد عندي؟ أنا عندي 5، فلهذا اختصار للوقت command 1 command 2 command 3 command 4 command 5. كل هذول كلهم مش راح يكون caption، اللي هو فقط تغيير العنوان. فمثلا بالنسبة للأول، طبعا بالنسبة للأول أنا شو أحتاج؟ بالنسبة للأول أنا أحتاج الوقت، إظهار الوقت، فهنا أنا مثلا أكتب أظهر أو أكتب مباشرة الوقت. الوقت هنا أنا أحتاج التاريخ. الثالث اللي هو إظهار رسالة الترحيب، مثلا هلا أو أهلا إلى آخره. هنا أنا طبعا هاي كلهن هي عبارة عن كابشن. هنا اللي هو مسح يكون العنوان مالته، وهذا شو راح يكون؟ راح يكون خروج، وهذا أيضا عليه درجة. هسا نرجع نطبق هذا اللي هنا سويناه بهذا الجدول على التصميم.
بالنسبة للفورم أول واحد فورم رأسا نروح على